أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية. عبد العزيز دعا في كلمة له خلال قمة شرم الشيخ، دعا إيران إلى الالتزام بقواعد حسن الجوار، مضيفا أن الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون تهدد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، وأن المملكة تؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216. إن المملكة تؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216، كما نؤكد على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الشرعية اليمنية وحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية الإنقلابية المدعومة من إيران على الانصياع لرد المجتمع الدولي. لقد بدأت المملكة في سبيل إنجاح مشاورات السويد جهودا كبيرة وتدعو إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك المشاورات بكل دقة وتحميل مسؤولي الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران المسؤولية عن الوضع القائم في اليمن وإدانة ما تقوم به من إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع والمنشآت تجاه مدن المملكة السعودية.